وعليكم السلام يا مس. ذاكرتوا كويس عشان الامتحان؟ بصراحة يا مس ما لحقناش نفتح الكتاب. خلاص ما تقلقوش، انا كده كده جايبه لكم امتحان سهل جدا، كلكم هتنجحوا. الله، شكرا يا مس. يس الحمد لله. امسكي امسكي. ايه ده يا ميس، الامتحان صعب جدا. اه فعلا يا ميس. ازاي الكلام ده، انا جايبه لكم امتحان الحمار يعرف يحله. طب اتفضلي حليه. سقطنا في الامتحان.